يا شباب، انا كنت بتفرج على يوتيوب ولقيت ان في بنات بتتكلم في الفانتسي، ومش بتتكلم في الفانتسي وبس، انا كنت بتفرج على نبأ الدباغ وبتتكلم احسن من غزال. هي مش بس بتتكلم في الفانتسي احسن من غزال، هي بتفهم كورة اكتر من غزال. وايه المشكلة لما بنات تتكلم في الكورة؟ ايه العنصرية دي؟ في بنات بتلعب كورة وبتتفرج على كورة وبتلعب فانتسي كمان. طب بما ان كل بقى بيقطع فيا، فاحنا هنعمل كلنا مع بعض فرقة، واحنا بنتحداك يا نبأ في الفانتسي، هنعمل تيم شجع كورة ضد نبأ الدباغ. بس هنصعبها شوية. خط الدفاع والجون ماكسيمم 6 مليون، وخط النص وخط الهجوم ماكسيمم 8 مليون. بس احنا كده لو خسرنا هيتحكم علينا. بس احنا ما بنخسرش، ولو كسبناك يا نبأ نحكم بايه؟ ايه تاني؟ تصبغي شعرك اخضر وربنا يستر. طيب لو انت كسبت يا نبأ، انت تحكمي علينا اللي انت عايزاه، ومستنيين ردك. معاكم نبأ الدباغ، وانا قابلت التحدي من فريق شجع كورة، غزال وعلي ومصطفى ورائف. انا قد التحدي، وانا قابلت بالتحدي، وانتوا صحيح اربعة، لكن انا بنت في اربع رجالة والله. هنشوف مين هيكسب التحدي بقى، ومين هيصبغ شعره اخضر. مستنية التحدي ده على نار.